صباح الخير، السلام عليكم. أنا سعيد أن ألتقي بكم مرة ثانية. في المرة الأخيرة أنا أعتذر من عندكم لأن ما كان ممكن أن أجاوب على جميع الأسئلة. إن شاء الله في اللقاءات القادمة سنجلس معا لكي نجاوب على الأسئلة اللي طرحتوها في اللقاء السابق. اسمحوا لي معالي الوزير، نتشرف وكان لنا شرف اليوم باستقبال الصديق والزميل حسين الوزير حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نرحب بكم معالي الوزير أجمل ترحيب في بغداد، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي. استقبلنا في الفترات السابقة العديد من وزراء الخارجية، وسوف نستقبل لاحقا العديد من وزراء والقادة الدوليين. وهذه الزيارة لمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية زيارة مهمة، حيث تطرقنا إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين، حيث كان الوضع الأمني والوضع الحدودي جزءا من المباحثات، وهناك تفاهمات بين طرفين، والحكومة العراقية أخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود العراقية الإيرانية، وهناك تفاهمات من أجل عدم السماح لبعض المجموعات والتي تريد أن تعبر الحدود إلى الجانب الآخر. نحن نلتزم بالدستور العراقي. الدستور العراقي يشير بوضوح إلى أن الأراضي العراقية لا يمكن الاستفادة منها للهجوم على دول الجوار. إذن التزامنا بأمن الحدود يتعلق بالدستور العراقي أولاً، ولكن أيضاً يتعلق بحسن الجوار وحماية أمن الجوار. فالقضايا الأمنية كانت جزءاً مهماً من المباحثات بين الطرفين. بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، تطرقنا إلى المستحقات الموجودة لدى العراق، المستحقات الإيرانية والتي تتعلق بشراء الغاز والكهرباء، وكيفية التعامل مع هذه المستحقات. وأشرنا إلى أن هذه المسألة كانت جزءاً من المباحثات في واشنطن. حينما كنا في واشنطن قبل حوالي أسبوعين، كان لنا مباحثات مع الجانب الأمريكي بخصوص العقوبات الأمريكية على إيران، وكانت مسألة المستحقات وشراء الغاز والكهرباء من إيران جزء من هذه المباحثات. تطرقنا إلى ربط السكك الحديدية من شلامشة إلى البصرة، وهذا المشروع طبعاً مشروع يعود إلى السنوات السابقة، وهناك الآن خطوات
في خطوات تطبيقية، يعني خطوات عملية في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية ببغداد. تم التطرق إلى هذه المشاريع، وأيضا تم البحث حول القضايا الأقليمية والدولية، وتطرقنا جزئيا إلى نتائج زيارتنا إلى واشنطن والمتعلقة بالجانب الإيراني. نحن نسعى ونعلن أنه من المهم للعراق أن يصل الطرفان الإيراني والأمريكي إلى تفاهمات، ونتمنى أن يعود الطرفين إلى مباحثاتهم في فيينا للوصول إلى النتائج النهائية. معالي الوزير، مرة أخرى أرحب بكم في بغداد، وأهلا وسهلا بكم. ولدى الوزير برنامج مكثف، لقاءات مع العديد من القادة والمسؤولين، سواء المسؤولين السياسيين، مسؤولين في الدولة، أو مسؤولين السياسيين مسؤولي الأحزاب. وأهلا وسهلا بكم معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از حسن استقبال همکار و برادر خوبم جناب آقای دکتر فؤاد حسین، وزیر محترم امور خارجه جمهوری عراق. ما از این که در مرحله جدید تشکیل دولت عراق شاهد تداوم حضور جناب آقای دکتر فؤاد حسین به عنوان وزیر محترم امور خارجه کشور دوست و برادر و همسایه خوب عراق هستیم، بسیار خرسندیم. قبل از هر چیز مایلم در این جمع سلام‌های گرم مقامات عالی کشورم و مردم ایران رو به یکایک مقامات عراق و مردم خوب و بزرگ عراق ابلاغ بکنم. همچنین ادای احترام میکنم به روح بلند شهید ابو مهدی المهندس و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که در حادثه تروریستی آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدند. ما امروز در خصوص ضرورت هرچه سریعتر نهایی کردن پرونده پیگیری‌های حقوقی بین المللی این جنایت به شکل مشترک توسط مقامات زیربط قضایی عراق و ایران گفتگو و بر اهمیت اون تاکید کردیم. جمهوری اسلامی ایران از عراق متحد، آباد، قوی و مستقل همواره حمایت کرده و ما همواره حمایت خودمون رو از تصمیم دولت عراق و تصمیم ملت عراق برای تعیین الوضع السیاسی و الامنی فی العراق به خوبی از این مرحله دولت مردان و ملت عراق عبور کردند. حيث تجاوزت الحكومة العراقية وشعبه بنجاح هذه المرحلة، نبارك لهما هذا النجاح ونعتبره نقطة قوة بالنسبة للعراق. إن قوة العراق وأمنه وتقدمه نعتبرها من قوتنا وتقدمنا وأمننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. خلال المباحثات الثنائية أكدت على أن المشتركات بين الشعبين عديدة، بحيث أنه يمكن القول أنه في ظل العلاقات الاستراتيجية والمتميزة القائمة بين إيران والعراق، في الحقيقة نحن شعب واحد في جغرافيتين مستقلتين. از نقش سازنده و مؤثر و
فيما يتعلق بالدور العراقي البناء في التطورات الإقليمية. نحن نرحب دائما بقيام العراق بهذا الدور وسياسته لتطوير العلاقات مع دول المنطقة والدول العربية ومع العالم الإسلامي. رحبنا ولا نزال بهذا التوجه لدى الجانب العراقي. ونشكر جهود المسؤولين العراقيين لتوسيع الحوار الإقليمي، وهذه هي بالتحديد نفس السياسة التي تتابعها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل توجيهات فخامة الرئيس رئيسي. وفي هذا السياق يجب أن أقدر دور شقيقي الدكتور فؤاد حسين في مجال تعزيز الحوار الإقليمي. من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال دائما تحترم سيادة العراق، وكانت دائما داعمة للعراق حكومة وشعبا في تعزيز أمنه واستقراره. وخلال الأشهر الماضية أجرينا مباحثات مهمة في إطار اللجنة الأمنية المشتركة في بغداد وطهران، متابعة التزامات العراق والبت في وثيقة التوافقات التي تم التوصل إليها في إطار هذه المباحثات، وبهدف مواجهة المجاميع الإرهابية التي تتواجد في الإقليم. هو موضوع أكدنا عليه، ونحن نعتقد أن الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق مصدرا أو منطلقا لتهديد لدول الجوار ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطات الحكومة المركزية في العراق اتخذت إجراءات مهمة أو أشارت إلى إجراءات مهمة في هذا السياق، ونأمل أن نرى في أقرب وقت تطبيق التوافقات في هذا الإطار. أحد القضايا التي هو ضمن جدول أعمالنا و البت في موضوع الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق، ونحن وزير محترم أمور خارجية العراق جناب آقای دكتور فؤاد حسين قرار خواهيم داد. سنزود معالي وزير الخارجية العراقي بمسودة هذه الوثيقة ومقترحاتنا بهذا الصدد عبر القنوات الدبلوماسية، ونعمل أن نتمكن وخلال عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من إنهاء التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الوثيقة التي سوف تشكل خطوة مهمة جدا في سياق تطوير العلاقات بين البلدين. نحن مستمرون في جهودنا لتطوير العلاقات في إطار التوافقات البينية، ومن ضمنها اتفاقية عام 1975، خاصة فيما يتعلق بكري شط العرب أو أرواندرود و إعادة رسم خط تالوك على أساس تشكيل لجنة مشتركة سي بي سي بهدف تطوير المحافظات التي تطل على أرواندرود وشط العرب. هذا موضوع أكدنا عليه بشكل جدي خلال مباحثات اليوم، أو يعني أكد الجانبان عليه خلال مباحثات اليوم. نحن
ندعم ونرحب بتطبيق قرار البرلمان العراقي في خروج بشان خروج القوات الأجنبية من العراق، وفيما يتعلق بتطوير التعاون في الجانب ترانزيت والسياحة والسياحة الدينية بين البلدين، ومثل ما أشار زميلي فإن ربط سكة الحديد بين شلامشة والبصرة وسكة الحديد بين كرمانشاه خسروي منذرية بغداد هو على جدول أعمال الطرفين. نحن أكدنا على ضرورة تفعيل النقل المتصل المباشر للسلع بين البلدين، ونعتبره خطوة في سياق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، نعتبره خطوة مهمة وضرورية في هذا السياق، كما أن الشركات الإيرانية المهمة والمختلفة الإيرانية جاهزة للتعاون مع العراق في مجال تنفيذ مشاريع بنى تحتية في هذا البلد. وختاما أرى لزمن علي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير فؤاد حسين ومسؤولي الحكومة العراقية بشأن المباحثات الإيرانية السعودية في بغداد، وكذلك الجهود التي بذلها مسؤول العراق ومن بينهم زميلي الدكتور فؤاد حسين من أجل تعزيز التعاون والحوار بين الجمهورية العربية الإيرانية والسعودية، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية ومصر. نحن نتطلع إلى تعزيز أو استئناف العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران ومصر في سياق العلاقات الإقليمية، ونشكر معالي الوزير فؤاد حسين على مساعيه في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولا يقف على أحد أن العراق عمل دائما من أجل إلغاء العقوبات المفروضة على إيران ودعم المحادثات بيننا والتوصل إلى التوافقات النهائية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، واتخذ إجراء أو خطوات بناءة في هذا السياق. نحن مستعدون على أساس المحادثات السابقة ومع مراعاة خطوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحمراء أن نتقدم باتجاه إتمام المباحثات التي جرت في فيينا، لكن وبالنظر إلى أن بعض التصريحات والرسائل المتناقضة أو يعني نتلقى تصريحات وإشارات ورسائل متناقضة من الطرف الأمريكي، حيث أن الرسائل الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية هي إيجابية وتتجه نحو إتمام التوافق، وفي نفس الوقت يطلق مسؤولون أمريكيون تصريحات متناقضة لذلك في الإعلام، فإنني قلت لزميلي الدكتور فؤاد حسين في مباحثات اليوم وأكدت على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب دائما بمسار الدبلوماسي والحوار، ونحن في الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركزنا لعدة شهور على التوصل إلى اتفاق قوي جيد ومستدام، ولا نزال مستعدون لإتمام المباحثات في الإطار المذكور. لكن إذا قرر الطرف الأمريكي اتخاذ منحى آخر فنحن مستعدون كذلك على أن نفعل الخطة باء واتخاذ مسار مختلف. جميع الخيارات
متاحة لنا وعلى الطاولة، وفي إطار إتمام المباحثات خلال الأيام المقبلة سيقوم مسؤولون من الوكالة الدولية لطاقة الذرية بزيارة إلى طهران، ونحن نأمل أن يقوم السيد رافائيل غروسي بواجبه من منظور فني وبعيدا عن الأجواء السياسية لحل القضايا العالقة خلال مباحثتي مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن يوما على الأطلاق تسعى وراء امتلاك قنبلة نووية، وفتوى قائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي واضحة وصريحة في هذا المجال. مرة أخرى تقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الخارجية العراقي لحسن استقباله، وكذلك مباحثات الجيدة التي جرت اليوم بيننا. شكرا جزيلا.